الله أكبر الله أكبر. ودماء الشهداء الأبرار الأخيار وصمة عار على حكام الفجر المجرمين. نعم إخوة الإيمان، هذا هو حالنا وهذه أحوالنا، أن نبقى أوفياء لربنا لديننا لدستورنا. ويجب علينا أن نصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم، لذلك وجب علينا الصبر والثبات على ديننا والنصر. إخوة الإيمان، ساعات استبشروا بوعد الله بعزة الله، استبشروا بوعد الله. هذا هو العيد إخوة الإيمان الذي يجب علينا كما ذكرت آنفا أن نبدي فيه الفرح والسرور. ولكن كما تعلمون الظروف الذي تعتصم لنا أن نتفرغ حيا الله ابو حسين. كيف حالك؟ هلا هلا سامر، كيف حالك؟ هلا قاسم، شو اخبارك؟ سلام على جميع اللي عندك. السلام عليكم. انا شفتك دان ولا بتنبه؟ اهان الواحد احتار وين انت؟ هلا كيف حالك؟ ابو قصي عم بخير. حيا الله.